بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله جميعا في محاضرة مواصل في الإسبايروكيس. اليوم حنتكلم على البوريليا. في محاضرة اليوم إن شاء الله حنتكلم على البوريليا مورفولوجي أند كلتشر وباثوجينيسيس ولاب دياغنوسيس وتريتمنت أند بريفنشن. أول أمر المورفولوجي أند الكلتشر. بالتأكيد هذه لارج سبايرال with wide irregular, يعني حقها الكويلز وايد وكمان غير منتظم irregular. احنا نشوفها كمان بالدارك فيلد مايكروسكوب, وبالتالي كل السبايروكيتس الدارك فيلد مايكروسكوب هو يعتبر جزء اساسي في التشخيص. ممكن نعملها ستين باي جيمس ستين او لاشمان ستين ونشوفها بشكل واضح فيها. الكلتشر بالنسبه للبوريليا, البوريليا دي تعتبر مايكرو ايروفيليك, وبالتالي هي عاوزة ميديا بمواصفات خاصة, فيها بلد, فيها سيرة, فيها تيشو, ولذلك الميديا اللي يستخدموها هنا اللي هي عملية البربر ستونر كيفي, دي يسموها باسك 2 وبنحفظها من 4 إلى 6 أسابيع. أي جروث بيحصل في الميديا دي نعمل له عملية دايركت فيلد مايكروسكوب عشان نشوف البوريليا كسبايرال اورجانيزم موجوده او غير موجوده. غالبا ده حيكون بعد 4 الى 6 اسابيع. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس للبوريليا. البوريليا في 4 سبيشيز, في بوريليا ريكرنتس وفي بوريليا داتوني وفي بوريليا هيرميساي وفي بوريليا البورج ديرفوري. دول الفور سبيشيز وبيعملوا ديزيز حنتكلم عليهم. هي 3 ديزيز اللي تعملها البوريليا بالكامل. الديزيز الاول يسموه ريلابسنج فيفر, الديزيز الثاني يسموه لايم ديزيز, والديزيز الثالث يسموه فينسنت انجينا. الريلابسنج فيفر في نوعين من الديزيز, في حاجه بنسميها عمليه الابديميك ودي تنتقل باللويس بالقمع, وفي الانديميك ريلابسنج فيفر ودي تنتقل بالتك اللي هو القراد. اللايم ديزيز ده ينتقل بالتك اللي هو القراد, بينما الفينسنت انجينا دي تخيلوا اندوجينس وحنعرف بعد شويه. طيب تعالوا الان نتكلم على ريلابسنج فيفر اللي باثوجينيسيس حقها خطوه خطوه. ما معنى ريلابسنج فيفر؟ معناها طبعا ريلابسنج فيفر سواء كانت ابديميك اور انديميك, انه فيفر من 4 الى 5 ايام تنزل عند المريض, ما فيش فيفر 4 الى 5 ايام تطلع مره ثانيه, فيفر 4 الى 5 ايام تنزل, فيفر ما فيش 4 الى 5 ايام, ومن هنا سميت ريلابسنج فيفر. هذه النقطه الاولى. تعالوا الان نشوف الابيديميك ريلابسنج فيفر المود اوف ترانسميشن حقها, وبعدين حنتكلم على الانديميك. الابيديميك كالاتي, اولا البكتيريا اللي تعملها او تسببها يسموها بوريليا ريكرنس, وتنتقل دي باللايس او بالقمل بشكل عام. النقطه المهمه جدا انه دي عشان يحصل مود اوف ترانسميشن للابيديميك ريلابسنج فيفر اللي هي يحصل كراشت هيومن بادي لويس, وهذه لها ثلاث صور. انه النقطه الاولى انه الشخص عنده مصاب بقمله, القمله دي مصابه بالبوريليا, فيحصل عمليه كراتشنج. الاورجانيزم اللي هي البوريليا موجوده في السيركوليشن حق القمله, فلو عمل كراتشنج ممكن يموت القمله وتخرج من السيركوليشن, ولانه بالكراتشنج عمل ابريشن فتدخل البكتيريا الى داخل الابريشن, وده واحد من مود اوف ترانسميشن او واحد من الصور. الصورة الثانية للأسف الشديد في الريف وفي ما فيش يعني باد هايجين موجودة للأسف الشديد, فلما يجوا يفتشوا على القمل في رأس الولد أو البنت, تخيلوا يروحوا يفتشوا فيحصلوا القملة فيقتلوها في الرأس. فتخيلوا احنا اتفقنا انه قبل شوية ان البوريليا موجودة في السيركوليشن حق القملة, فلما تقتل في الرأس وفي اي ابريشن حتحصل مود اوف ترانسميشن. الصوره الثالثه وهي ريسنتلي, انه القمله لما تعمل ديفيكيشن بتنزل البوريليا في الفيسز حقها, فلما تنزل البوريليا في الفيسز حقها لو حصل اي ابريشن حتدخل البوريليا او البوريليا الى داخل عبر الابريشن ده وحتعمل الديزيز. النقطه المهمه دي كلها الصور مش حيحصل الديزيز الا اذا كانت البوريليا موجوده في القمله, هذه نقطه مهمه. طيب النقطة اللي بعدها ان المان از ذا اونلي ريزرفوار, وبالتالي ما في اي اذر ريزرفوار, ومن هنا نجي نقول ان الابيديميك ريلابسنج فيفر نوت زونيتك, كل البقية حيكونوا زونيتك ديزيز الا الابيديميك ريلابسنج فيفر, ما هي زونيتك خالص لسبب بسيط, لان المان هو الاونلي ريزرفوار. تعالوا الان نشوف الانديميك. اذا الابديميك قلنا عمليه البوريليا ريكرنس وبالتالي باللويس بالقمل تنتقل. تعالوا نشوف الانديميك كيف يحصل مود اوف ترانسميشن. الانديميك يحصل مود اوف ترانسميشن بالبايت اوف ذا تيك,
شرط ان التيك ده مصاب سواء بالبوريليا ديتوني او البوريليا هيرميسايد. النقطة الثانية انه هذه الاندميك ريلابسنج فيبر تعتبر زوناتيك ديزيز لانها اساسا هي موجودة في الرودنت ويعتبر المين ريزرفوار، وبالتالي التك ذا ممكن طبعا ياخذ الانفكشن من الرودنت ويصيب رودنت ثاني، وكمان ياخذ التك مصاب ويصيب الانسان. فذا بالنسبة للاندميك. اذا في معنى نذكر بامرين، في معنى ابديميك ريلابسنج فيبر واندميك ريلابسنج فيبر. الابديميك ريلابسنج فيبر دي تنتقل باللويس بالقمل، وبالتالي البكتيريا اللي تنقلها اسمها بوريليا ريكارنس. الاندميك دي تنتقل بالتك، وبالتالي في نوعين التك اللي هو القراد، البوريليا ديتوني والبوريليا هيرميسايد. طيب تعال نشوف ان جنرال الباثوجينيسيس للريلابسنج فيبر سواء كانت ابديميك او اندميك. اول نقطه انه الهيومن حيصبح انفكتد سواء كان بالتك اللي هو القراد او باللايس اللي هم القمل. بعد ما ينصاب طبعا زي ما قلنا انه اللايس بالابديميك والتك في الانديميك، حيحصل انكوبيشن بيريد الى 10 دايز. بعد ال 10 دايز دي حتصبح البوريليا موجوده في الدم، زي ما انتم شايفين البوريليا اصبحت موجوده في الدم. لما تصبح البوريليا موجوده في الدم حتبدا يحصل حاجه بسميها sudden fever for 4 days، وهنا نقطه مهمه، يعني حتصبح تطلع درجه الحراره لمده 4 ايام. بعد الاربع ايام دي حتبدا تنزل افابرايل ستيج، او يعني تنخفض الحراره مره اخرى لمده 3 الى 5 ايام، وهكذا يحصل ريبيتد من 3 الى 7 تايمز. يعني الان شوفوا ما فيش فيه حراره افابرايل، شوية بعد 4 أيام لو طلعت حرارة مرة ثانية، شوية 4 أيام لو نزلت الحرارة، شوية وطلعت الحرارة، شوية ونزلت الحرارة، ما وشوية وطلعت الحرارة، وشوية ونزلت الحرارة، ما معناها؟ ومن هنا سميت ريلابسنج فيفر. طيب السؤال اللي حيطرح، لماذا ريلابسنج فيفر؟ ليش ريلابس؟ ليش بيحصل ريلابسنج فيفر؟ لأن البكتيريا دي عندها القدرة إنها تعمل اللي هي أنتيجينيك فاريشن. يعني الان البوريليا زي ما بتقول نفترض هذا الشكل حق البوريليا وهي موجوده في طور الفيفر، فحتنتج الانتي بوديز، حتنتج فالانتي بوديز دي حترتبط بها وبالتالي حتعملها اليمينيتد، حتخلص الجسم منها. البكتيريا نفسها وهي في التشو بتروح بتعمل انتيجينك فاريشن، فيطلع بوريليا ثاني شكلها ثاني، فالانتي بوديز اللي كانت موجوده تيجي ترتبط، ما تعرفش ترتبط، فالانتيجينك فاريشن ذا هو اللي بيؤدي الى عمليه ريلابسنج فيفر. طيب تعالوا نشوف لللاب دايجنوسيس. اول امر نشوف الدايركت ديتكشن ديورينج الفابرايل ستيج ديورينج الفيفر. نروح نعمل الاتي، نروح نسحب بلاد فيلم ونعمل لو صبغه بالليشمان ستين او الجمسه ستين، حنشوف على طول اللي هو السبايرال اورجانيزم. اعتقد حتكون الصوره واضحه قدامكم، في السبايرال اورجانيزم موجود وده يعتبر دايجنوستيك. النقطه الثانيه كمان ممكن في ديورينج الافابرايل ستيج، يعني ما فيش حمى، الاورجانيزم حيكون موجود سكانتي في البلاد، فنروح ناخذ عينه من دم الشخص المريض ونروح نعمل له انجكت في الوايت مايس، وبعدها كده بعد الانجكت في الوايت مايس نروح ناخذ عينه من التيل حق الفار ونحقنها ونعملها ستيننج، ونعمل ستيننج بالليشمان ستين او الجيمس ستين، وحنشوف اهي البوريليا كمان بشكل واضح. النقطه كمان الاخرى ان احنا ما فيش حمى وبالتالي الاورجانيزم موجود سكانتي، نروح ناخذ عينه من المريض اللي ما عندوش حمى ونعمل لها انجكت في الوايت مايس، ونعمل عمليه كلتشر في الباسك 2 ميديا، وننتظر 4 الى 5 اسابيع، ونعمل عمليه الايدنتيفيكيشن زي ما قلنا بالبروب بالدي ان اي بروب، فنعمل ايدنتيفيكيشن لها. لكن ديورنج الفيفر لو عملنا عمليه بالجمس ستين او النشمان ستين وشفنا البوريليا او شفنا السبايرال اورجانيزم تعتبر دايجنستيك. هنا نقطه مهمه، الانتي بوديز كمان هنا يوزلس في ريلابسنج فيفر كسيرولوجي. ليش؟ لانه شيرنج مع اذر سبايرو كيس بعدد كبير فما لهاش معنى خالص. التريتمنت اند البريفنشن بنسلين تتراسايكلين يعتبر دراج اوف تشويس. النقطة الثانية انه احنا نعمل لايس للكنترول سواء للقمل نفسها او ان احنا نعمل عملية في شامبوهات خصيصة للاطفال عشان تعمل قتل للقمل، فدي واحدة من البريفنشن وهي اهم بريفنشن بالنسبة للرلابسنج فيفر اللي هي الابديميك. طيب تعالوا نشوف الان للديزيز الثاني اللي بتعمله البوريليا اسمه لايم ديزيز.
تعالوا نشوف الباثوجينيسيس حقه. اللايم ديزيز هي مدينة أساساً في الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 1975 اكتشفوا هذا الديزيز في هذه المدينة فسموه باسمها. والبكتيريا اللي بتعمله اسمها البوريليا بوردرفوري، هي اللي بتعمل عملية اللايم ديزيز. طبعاً هي كمان لها ريزرفوار اللي هو الرودنت، فالرودنت يعتبر ريزرفوار، فالتك يروح يأخذ الانفكشن من الرودنت ويصيب رودنت ثاني وكمان يصيب الهيومن. اذا الترانسميشن اساسا هو البايت اوف تك، وبالتالي في 3 ستيجز. الستيج الاول وهو الشهير يحصل سكيل ليشن، والسكيل ليشن ذا كاركترايزد باي ارثيما ميجرينز. فيحصل معنى ارثيما ميجرينز انه يحصل ارثيما في السكن، وبعد يوم يومين تشوف انه حصل ميجرينز، حصل انتشار لها، حصل تمدد لها، فيسموها ارثيما ميجرينز، مصاحبه بفيفر وشلز وملايز وبين وهيدك. الستيج الثاني انه هنا من اسابيع الى شهور البكتيريا دي حتروح للدم، وممكن تروح لتعمل للهارت وتعمل مايوكاردايتس، تروح للمننجيز وتعمل مننجايتس، وكمان وجد انها ممكن تعمل الفيشال بالسي في الطور الثاني. الطور الثالث انه الثيرد ستيج هنا كمان عاوز اسابيع الى شهور وممكن تعمل الارثرايتس. تعالوا نشوف كيف نعمل لاب دياجنوسيس. اللاب دياجنوسيس ناخذ سكين بايوبسي او البادي فلويد او سي اس اف، ونعمل بي سي ار، نعمل البي سي ار او نعمل ديتكشن هنا كمان الاي جي ام اور الاي جي جي باي الايزا. وهنا نقطة مهمة، إذا طلع الاي جي ام اور الاي جي جي بوزيتيف لابد نعمل كونفرميشن بالويسترن بلوت. ليش؟ عشان نشوف الباند هل هي سبيسيفيك للبكتيريا اللي بتعمل اللايم ديزيز ولا لا. طيب كيف نعمل بريفنشن لهذا الديزيز؟ التريتمنت والبريفنشن، التريتمنت في الايرلي ستيج نعمل دوكساسايكلين واموكساسيلين، في الليت ستيج نعمل بنسلين اور سيفاترايكسون، يعتبروا دراج اوف تشويس. طبعا اكيد واحده من البريفنشن المهمه ان احنا نعمل التك كنترول، بمعنى اخر سواء كان بنستخدم عمليه كيميكال سوليوشن عشان نقضي على التك، او بنخلي الناس تلبس ملابس ما تخليش مجال للسكن ان التك ذا يعمل بايت. طيب اخر واحد نسميه الفينسنت انجينا. تعالوا نشوف الباثوجينيسيس حق الفينسنت انجينا. الفينسنت انجينا ما معناها؟ اساسا الانفكشن موجوده في الجمز، فمن الجمز تروح تنتشر وتعمل ulceration في الميكوزا للتونسل والفارينكس. لما تعمل ulceration في الميكوزا للتونسل والفارينكس نسميها فينسنت انجينا. النقطه المهمه انه في تو اورجانيزم انيروبس كلهم اوبليجيت انيروبس، بوريليا فينسنتي طبعا دي عباره عن irregular wild coils، بالاضافه الى الفوزيفورم بكتيريا اللي اخذناها في البكترويدز. البوريليا فينسنتي زائد الفيزوفورم بكتيريا بتعمل سيجار شيب، هي اساسا شكلها زي شكل السيجاره، احنا اخذناها بعد البكترويد تحت عنوان الفيزوفورم بكتيريا. طيب في بريدسبوزنج فاكتور، ما هي البريدسبوزنج فاكتور؟ واحد شخص عنده باد اورال هايجين، ما فيش تنظيف لاي اسنان، هي موجوده اساسا في الاورال كافيتي، فلو حصل تروما حتبدا تعمل عمليه مالتيبليكيشن وتعمل الديزيز. لو شخص كمان اميون ديفيشنسي، لو شخص عنده مالنيوتريشن، كلهم دول يعملوا يعتبروا بريدسبوزنج لحدوث عمليه الانفكشن للجمز نيكروتايزنج او لقضيه الفينسنت انجينا. فشوفوا ايش اللي حيحصل، ان النورمال سبايروكيز مع الفيزوفورم موجودين نورمال فلورا في الماوث، لو حصل زي ما قلنا تروما او حصل واحد من البريدسبوزنج فاكتور حيحصل اكيوت نيكروتايزنج ulcerative جينجيفايتس يسموها فرانش فيفر. بعدها قلنا ممكن هذه البكتيريا اللي هي الاكيوت نيكروتايزنج ulcerative جينجيفايتس يحصل لها سبريد الى التونسل، فتعمل ما نسميه ulceration في التونسل وتعمل سيدو ممبرين موجود فيه البص ونكروزس، وبالتالي نقول عليها هنا فينسنت انجينا لانها وصلت الى التونسل. طبعا السيدو ممبرين ده بنميزه عن قضيه الكرايني بكتيريوم ديفثيري. كيف نعمل لاب دياجنوسيس؟ على طول بنعمل سمير من السيدو ممبرين على طول ونصبغه بجرام ستين، وهذه البوريليا اللي تنصبغ بالجرام ستين، فلو شفنا سبايروكيز مع فيزوفورم بكتيريا جرام نيجاتيف على طول دي دياجنوستيك تماما، وبالتالي استبعدنا الكرايني بكتيريوم ديفثيري. كيف نعمل تريتمنت اند البريفنشن؟ بالتاكيد اول حاجه في عمليه ال H2O2 اللي هو هيدروجين بروكسايد كماوث ماوث ووش وبنسلين. طبعا الان بيجي عمليه الهيدروجين بروكسايد كسبيسيفيك اللي هو ماوث ووش، لكن زمان كان بيخففوه ويعملوا الماوث ووش.
بالتأكيد الـ good oral hygiene لها دور في إن الديزيز ده ما يحدثش. كنت معكم فيما مضى في موضوع البوريليا، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.